بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنانا طلاب الصف الثالث السنة، وإن شاء الله النهاردة معانا منهج الترم الأول من كتاب المعاصي للعام الدراسي 2025. ولكن دايما مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يونت وان عندنا read all about it، يعني اقرأ كل ما هو عنه. طبعا اليونت بالتفصيل شرحها موجود على القناة على ثانوية عامة 2024، ولكن احنا هنتناولها سريعا عشان نحل جزء الأسئلة الموجود معنا في كتاب المعاصر. بالنسبة لسن وانا لتو، جزء الفوكاب announce، announce يعلن، بروتشيت لصحيفة احترافية، casualty، casualty يعني خسارة أو فقدان، فقد أو حالة وفاة، cheat غشاش، claim يدعي أو يزعم أو ادعاء كنون اسم، compensate يعوض، convict مذنب أو مدان أو يدين كفعل، demand يطلب أو طلب، incident واقع أو موقع عارض أو حدث، investigate يحقق أو يتحرى من، investigator هو person محقق، nosy متطفل جاي من كلمة نوز أنف، occur يحدث أو يقع، piracy قرصنة، pirated مقرصن، ruin يدمر أو حطام، شك يصدم أو يفاجئ، شكد مصدوم، شك صدمة أو مفاجأة، tabloid صحيفة شعبية، wait with bated breath، wait with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر. عندنا أيضا كلمات أخرى أقرأها كده سريعا، accurate دقيق، analysis تحليل، apprenticeship تدريب ماني، around حوالي أو حول، author مؤلف، authority السلطة، behave يتصرف، block يسد أو يغلق، celebrity شخص مشهور أو الشهرة نفسها، content continent أو لا دي content، content يعني محتوى، لكن كلمة continent اللي أنا ضغطها طبعا اللي هي قارة، لكن شايفاها بالسبيلنج منها content، طبعا دي محتوى، ولو هي صفة ناخد بالنا إن معناها راضي يعني شخص راضي يعني راضي. copyright حق النشر، crime جريمة، criminal مجرم، deathly قتال أو فتاك أو قاتل، e-book جاي من كلمة electronic، e-book كتاب إلكتروني، event حدث، excitement إثارة أو تحمس، expert خبير. عندنا factual حقيقي، financially يعني ماليا. عندنا midday منتصف النهار، miss يفتقد، nervousness عصبية، non native أجنبي أو وافد، obtain يحصل على، obtain obviously من الواضح، permission تصريح أو إذن، publication النشر أو عمل مقروء، publish ينشر، publisher اللي هو الناشر نفسه، publisher، pun يعني التورية أو التلميح، punish يعاقب، punishment عقاب، refer يعني يوجه أو يشير، remove يزيل، require يتطلب أو يستلزم، rescue يعني ينقذ، rescuer اللي هو المنقذ، right حق، route يعني مسار أو خط سير. عندنا former، former يعني سابق، formal formal طبعا في عندنا كلمة اسمها formal يعني رسمي دي formal، highlight يبرز أو يظلل أو الجزء الأبرز، illegal عكسها طبعا legal قانوني، illegal غير قانوني، include يتضمن أو يشمل، including طبعا ناخد بالنا ان ده حرف جر اللي هو بما في ذلك، intellectual فكري أو عقلي، intellectual، journalism الصحافة، journalist اللي هو الصحفي نفسه، نوك يطرح أو يطرق أو طرقة، lecture محاضرة، long awaited طال انتظاره، mention يقول أو يذكر، secret يعني سر، security اللي هو الأمن security. عندنا sensational عاطفي، slang اللغة العامية، source مصدر، spoiled يفسد، state يذكر أو يقول والاسم منها دولة اسمها state، sum يعني حساب أو مبلغ، terrible فظيع، thankfully يحسن، trainee متدرب، type up يعني ينسخ، type up، violate يعني ينتهك، whole يعني كامل أو كل. ناخد بالنا إن في كلمة protein ناخد بالنا من
معناها مهم. A newspaper printed on large sheet، يبقى هنا الصحيفة الاحترافية دي صحيفة بتنطبع على ورق كبير. especially a serious newspaper، وبتكون صحيفة جادة زي صحيفة الأهرام كده أو الأخبار. أما عندنا الشبيهة بيها اللي هي tabloid، ناخد بالنا منها. tabloid newspaper have a small pages، فصفحات صغيرة اللي كانت صفحاتها ايه كبيرة. and short articles، ومقالات قصيرة بس بتتميز بصور كبيرة. with a lot of pictures، صور كثيرة. and stories، قصص about famous people، عن المشاهير افتكرها كده بالمجلة tabloid. and are often thought of as less serious than other newspapers، بتكون اقل اهمية منها لان بتتكلم عن ايه، مش strict او مش serious، يعني اقل طبعا تكون انها جادة. ممكن يعني زي ما بيقولوا يفبركوا اي حاجة ونزلوها في الصحيح المجلة، وطبعا دي اللي هي tabloid. بالنسبة لجزء الاكسرسايز، I waited with bated، اسمها bated breath، يعني بفارغ الصبر. I waited with bated breath. The company will space for the losses you have suffered. الشركة هتعوضك الخسائر، يعني يعوض compensate، وإن كلمة compensate يعني يعوض. He was caught space in the exam. هو اتمسك بيغش في الامتحان، اسمه cheating. cheating يعني غش. The most recent major space was an explosion in an oil refinery. طبعا the most recent major incident، الحادث الكبير الأخير الفظيع ده، كان انفجار في معمل تكرير البترول. يبقى هنا incident يعني حادث. information or news، الأخبار المعلومات أو الأخبار. in a space is usually really، بكون موثوقة. طبعا اللي هو broadsheet اللي بنقول على جادة أو serious، يعني صحيفة احترافية. As a member of this family، كعضو من هذه العائلة، I space to know what has happened. طبعا هنا كعضو من أفراد العائلة، أنا بطلب أعرف اللي حصل، يعني يطلب أو يأمر demand. Your space will be rejected unless you have strong evidence. طبعا ادعاءاتك هتترفض بدل ما فيش عندنا دليل قوي، يعني ادعاءات claims. What a space old woman سيدة woman she never stops investigating her neighbor's private affairs. What a parasite ولا نوزي، طبعا نوزي ايه يعني يا لام، سيدة حشرية لا تتوقف عن انها تتحرى عن شؤون جيرانها الخاصة. This space is so experienced that he has never failed in solving the mystery of any crime. مين اللي هيحل لغز الجريمة؟ طبعا investigator المحقق. We intend to space our engagement next Monday. طبعا we intend، ناويين نعلن عن خطوبتنا. announce يعني يعلن عن خبر، يبقى announce، لكن يعلن عن سلعة تجارية اسمها advertisement. سلعة تجارية. أما يعلن عن خبر announce. Usually space depend on exciting news about the private lives of public figures. Usually casualties depend، ولا tabloid ولا demons ولا broadsheets. طبعا depend on exciting news، أخبار مثيرة. about the private lives، الحياة الخاصة أو public figures. طبعا مين tabloids اللي قلنا إيه، المجلة أو الجرائد الشعبية. The child اللي هو عندنا الطفل. The child was spaced when her mom returned home without buying her chocolate. الطفل ماله لما مامته طبعا هنا رجعت من غير ما تشتري له الشوكولاتة. طبعا الطفل كان مصدوم، يعني مصدوم شد. What a space he، طبعا هنا what a space he sells pirated copies as if they were genuine. طبعا هنا what a cheat يعني يا لو من غش، هو بيبيع النسخ طبعا هنا المقرصنة كأنها ايه اصلية. We all feel sorry for the great number of innocent space in the accident. We all feel sorry، كلنا شعرنا بالأسف للعدد الكبير من الضحايا in the
accident في الحادث يبقى casualties. Nothing wrong has space this morning. Everything is okay. طبعا ما فيش حاجة حدثت، كل شيء على ما يرام. يعني أي حدث occurred. Nothing wrong has occurred. There are space copies of the film on different illegal websites. طبعا there are pirated copies، يعني ايه نسخ مقرصنة للفيلم على مواقع غير قانونية. This talented player has a lab الموهوب is always in space in the team by their fans. طبعا هنا this talented player، هذا اللاعب التالنتد الموهوب is always in the team، في المطلوب او طبعا هنا مطلوب في الفريق من المعجبين. طبعا هنا ديموند being space of several crimes he got a life sentence. طبعا هنا being convicted يعني كونه متهم بجرائم او مدان، يبقى convicted متهم او مدان. The space of some incident ancient building space can still the space of some ancient buildings can still be seen in this area. طبعا هنا the ruins يعني أطلال أو بقايا أو آثار. My brother is a space doctor. He will get his degree next year. يعني أخويا بيتدرب وهيحصل على الدرجة الأسبوع أو العام القادم. طبعا هنا is a trainee. Trainee يعني متدرب، يعني لسه بتدرب كده. The king's death came as a space shock. طبعا هنا a terrible shock. موت الملك كان صدمة فظيعة. My mom was over the moon. مامتي كانت طايرة من الفرح. About my brother's space return. طبعا هنا brother long waited. يعني عودة طال انتظارهم. I had to pay a lot of money for my space with an experienced technician. طبعا يجب ان انا ادفع لي فترة التدريب اللي هي apprenticeship. Don't park your car here. ما تركنش سيارتك هنا. It is by the entrance of the building. بتسد مدخل المبنى. طبعا يعني ايه تسد او تعوق؟ blocks. Don't space hot peppers in the shopping list. We have enough. طبعا don't include يعني لا تتضمن ولا تحتوي او تتضمن القائمة على الفلفل، لان عندنا الكافي. He is a space speaker of Arabic. Spanish is his mother tongue. طبعا هنا هو non-native يعني ليست اللغة الأصلية أو اللغة الأم، لأن لغته الأسبانية. صلاح has achieved space success as a footballer in Liverpool. طبعا هنا صلاح has achieved، صلاح أنجز أو طبعا بنسميها كده حقق sensational success يعني نجاح طبعا عاطفي أو مميز يعني هام. هو طبعا هنا كلمة sensational يعني عاطفي أو مؤثر. The space team saved the lives of people in the burning factory. The rescue team فريق الإنقاذ أنقذ الناس اللي في المصنع المحترق، يبقى rescue يعني إنقاذ. My flat is very hot. شقتي حر جدا. Air conditioning is badly. طبعا الair conditioning is badly طبعا يعمل أو removed ولا behaved ولا blocked ولا required. طبعا الair conditioner اللي هو مكيف الهواء هنا required يعني is badly required. طبعا هنا في أمس الحاجة إليه أو مطلوب، أو في أمس الحاجة إليه يبقى badly required أو مطلوب بشدة. هنا badly مش معناها سيء، معناها بشدة. He no longer is here. He retired 2 months ago. هو ما عادش هنا. He no longer includes here. He retired. He retired. هو تقاعد 2 months ago. طبعا هنا he no longer lectures here. يعني lectures يعني يحاضر، ما عادش بيحاضر هنا لأنه تقاعد. Decisions are based on space information, no guessing. طبعا القرارات معتمدة على حقائق وليست تخمين، يعني on factual. Factual يعني شيء حقيقي. Professor Amin teaches space law at university. طبعا هنا a criminal law يعني قانون الجريمة، بيدرس قانون اللي هو الإجرام يعني أو الجريمة. Criminal يعني اللي هي
قلنا الجريمة في الجامعة، يبقى هنا criminal قانون الجريمة. Ships prefer to follow the short space through the Suez Canal. طبعا هنا روت يعني مسار، السفن بتتبع مسار قصير. It wasn't a wise decision if you took of you to space the trees in our garden. طبعا مش قرار حكيم ان انت تزيل الاشجار اللي موجودة في حديقتنا. يعني ايه يزيل؟ remove. Please don't space me in your comments. I will comment whenever possible. Don't طبعا هنا يتضمن او تذكرني، mention لا تذكرني في التعليقات. I will comment انا هعلق. The space manager was a strict man unlike the current one. طبعا هنا the former السابق، المدير السابق was a strict man، كان جد او صارم. Unlike على النقيض the current one الحالي. After 2 months of strict diet، بعد شهرين من نظام غذائي صارم، she looked this space pale. طبعا هنا she looked deathly pale، يعني كده كأنها ايه بهتانة. طبعا pale يعني شاحبة ومستميتة، او طبعا هنا كلمة deathly يعني فتاك، يعني شاحبة جدا. Football stars are employed in advertisements as they are celebrities. Celebrities يعني مشاهير. If you want people to treat you as a gentleman، لو تحب الناس يعملوك كرجل محترم، is based like a gentleman، تصرف كشخص محترم يعني يتصرف behave. In your CV، في CV الخاص بك، you need to space your qualifications, skills and past experience. You need to highlight يعني تبرز مؤهلاتك أو يسلط الضوء على. To space is to carefully examine the facts of a crime، تفحص حقائق الجريمة. An event أو حدث، a situation موقف. To find out truth about it، الحقيقة عنه. طبعا investigate يعني يتحرى. A space is a serious newspaper، جريدة طبعا هنا خطيرة، هي كلمة خطيرة لأن هي مش معناها، هي هنا معناها جادة، كلمة سيريوس معناها خطيرة أو جادة. فالجريدة الجادة هنا اللي هي إيه؟ بروتشيت. To space is to officially tell people about something especially about a plan or decision، يعني تخبر الناس. To announce يعني يعلن أو عن شيء. A space is someone who behaves in a dishonest way، بتصرف بطريقة غير أمينة. In order to get something، عشان يحصل على شيء. طبعا اللي هو تشيت الغشاش. To space is to say something is true، يعني ايه؟ معناه ان انت تقول حاجة صح. Although it hasn't been proved، بالرغم ان لم تثبت او تمرن. طبعا تبرهن طبعا كلام يعني يدعي او يزعم. To space is to replace a balance the effect of something bad. To is to replace يعني يستبدل، or balance يوازن the effect تأثير of something bad من شيء. طبعا هنا compensate هنا معناه يعوض، يبقى هنا compensate يعني يعوض. As space is an event حدث especially one that's unusual، يعني حاجة غير عادية. Important or violent أو عنيف طبعا. Incident اللي هو الحادث. To space is to ask for something in a very strict and serious way، تطلب حاجة بطريقة جادة أو خطيرة. demand يعني يطلب، بما معناه to ask. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالفوكاب. تعالوا مع الجزء الخاص بالفوكابلري ستادي، يا ريت نقرأهم. compensate financially يعود ماليا. demand a better way، يطلب بأجر أفضل. a better pay. do sports، do an amazing job. Find a chance for follow the correct route. Have a bigger emotional effect on لو تأثير. Have a copy of put in place يرع في مكانه. Put in prison يرع في السجن. Receive a punishment for يتلقى عقاب أو يتعرض لعقوبة. Receive warnings from يتلقى تحذيرات. Ruin the surprise يعني يفسد المفاجأة. Send by air send by ship ينتقل جوا أو بالسفينة.
عندنا highlight the problem يبرز المشكلة. make a lot of money يكون أو يكسب مال. make it clear that يجعله واضحا. own the rights to يمتلك حقوق الحقوق. pay a large sum of money يدفع مبلغ من المال. share on social media يعني يشارك على وسائل التواصل. show online يعرض على الانترنت. tell the media يخبر وسائل الإعلام. violate copyright law يعني يتقن قانون حقوق النشر. win rowing races يعني يفوز بسباقات جري. تعالوا كده نشوف جزء الكالكوليشنز. The government will space those who lost their homes in the earthquake financially. طبعا الحكومة هتعورهم compensate. One of the ways to space problem is to discuss them. يعني حاجة من اللي بتبرز المشكلات طبعا هنا highlight. The warning we space from our teacher made us all work hard. طبعا the demand we received يعني ايه؟ يعني استلمنا كده التحذير اللي تلقناه من المعلم جعلنا كلنا نعمل بجد. يعني ايه يتلقى اللي هو قلنا ايه طبعا received. rolling اللي هو رياضة التزحلق. the right to Harry Potter store. بس ده كتاب جي كي رولينج طبعا هنا. owns the rights ولا shows makes the rights طبعا يحافظ على الوقت. قلنا حقوق الطبع طبعا هنا اسمه ايه owns the rights يعني يمتلك. I wish I knew who spied the media about our secret plan. اتمنى I knew اعرف who spied the media اللي اخبر الميديا يطول the media يعني يخبر الميديا عن secret plan خطتنا السرية. You have the right to space your rights but first carry out your duties. You have the right to demand تطلب حقوقك ولكن يجب ان انت تنفذ الواجب. demand يعني يطلب. It's a crime when the copyright law is violated. طبعا جريمة ان حقوق النشر دي violated يعني ايه تنتهك. يبقى هنا violated. The security cameras يعني كاميرات الامن have already been spaced in place. طبعا هنا have or been put وضعت في مكان. The emotional effect our family house space on us is what stops us from selling it. طبعا هنا the emotional effect تأثير العاطفي our family house لمنزل العائلة. طبعا هنا us made is us ولا has ولا demons ولا عندنا receives. طبعا هنا has on us يعني الإفكت ده have an effect or has an effect يعني له تأثير. A lot of money has been spaced by communication business. A lot of money has been violated. الكسب من الصورة المال copyrighted intake ولا compensated عوض by communication business يعني اتعوض ولا عندنا هنا told أخبر ولا ميد. طبعا هي money يبقى make money يعني يكون أو يكسب مال. يبقى هنا made a lot of money مقصود بها made a lot of money يعني كسب الكثير من المال. ناخد بالنا من الفوكاب والسينونيم. casualty mortality death. casualty ضحية victim أو sufferer. casualty قسم طوارئ emergency. cheat غشاش cheater أو deceiver. compensate معناها make up for وناخد بالنا منها لأنها بتيجي في الامتحانات. demand call for أو ask for أو request يعني يطالب أو يطلب. investigate يحقق look into ناخد بالنا منها وردك. look into يعني يتحقق من. nosy فضولي curious فضولي أو inquisitive ناخد بالنا من الاثنين دول curious or inquisitive بتساوي nosy. وcare يحدث happen or take place. ruin يدمر destroy أو wreck. violate ينتهك أو يخالف break or disobey with bated breath ودي مهمة جدا أيضا. in a nervous and excited state يعني بطريقة عصبية كده ومثيرة. بالنسبة للأنتونيم pirated مقرصن أو مسروق. genuine أو legal. ruin restore أو save أو build أو construct. violate يخالف comply with أو respect أو follow. I applied for the new job. أنا تقدمت للعمل الجديد and I was waiting for the answer وبنتظر الرد.
to my application with bated breath. This means طبعا ندور على nervous و exciting. يبقى I'm in a nervous and excited state anticipating يعني كده منتظرا أو متوقع what will happen وتوقع إلا يحصل. A successful journalist الصحفي الناجح must be nosy يكون nosy يعني حشري and interested in people مهتم بالناس. This means that he is or he has to be طبعا هنا he has to be curious and inquisitive. بلنا اللي بتسوى في المعنى. The new traffic law aims to reduce the road casualties. The word casualties طبعا ضحايا الطريق اللي هو mean victims وديث اللي هو الموتى ديث اللي هو الموت نفسه ديث ولا الموتى أو مقصود بها الفيكتيمز اللي هم الضحايا فطبعا هنا مقصود بها مين الفيكتيمز اللي هم الضحايا يبقى هنا فيكتيمز وممكن تبقى ديث اللي هو الموت نفسه أو ديث الموتى يبقى A و P. I never demand pirated material أنا أبدا لا أطالب ب مادة مقرصنة. In the sentence pirated is an antonym pirated عكسها طبعا حاجة مقرصنة عكسها ايه عكسها حاجة أصلية genuine. Space is to wreck as nosy to curious. Nosy و curious الاثنين زي بعض synonym يبقى عايزين حاجة بتسوي wreck محطم اللي هو ايه ruin. Ruin يعني محطم يبقى هنا كلمة ruin. The ship was ruined a storm in a storm السفينة طبعا هنا ruined in a storm and the sentence is a verb ruined can be replaced ممكن استبدل ruined يعني محطم ب rigged هو عايز استبدال يبقى هنا rigged يعني ايه يعني محطم. A good citizen never violates the law المواطن الصالح لا ينتهك القانون. This means a good citizen always the law طبعا هنا a good citizen always follow the law. Follow يعني بيتبع أو بيتبع القانون. Follows the law. بالنسبة عندنا في expressions ناخد بالنا as far as at a lower price at low cost. Expression دي كلها نقرأها كويس. وعندنا حروف الجر ناخد بالنا منها. Encourage بمعنى to find out get into ينخرط في give obvious تسليم path through يمر من خلال plan to refer to share travel post اجتاز أو مر بجوار wait for. تعال نشوف جزء أسئلة. He took a shorter route so he didn't run as space as the others. طبعا هنا he didn't run as well as ولا as soon ولا as for كexpression أنا. طبعا هو بيتكلم عن he took a short route طريق قصير يبقى هو far يعني ما جراش مسافة far يعني بعيدة. A good teacher المعلم الجيد encourages students hard طبعا هنا encourage you to work hard. I found the project long so I referred to space I referred يعني أشير إليه to I referred it to the secretary طبعا هنا referred it to يعني إلى to secretary. You can find all types of information on the internet. عارفين ان الانترنت ياخد on. While looking for my case وانا ببحث عن المفاتيح I found اسمها find out او found هنا found out يعني وجد او اكتشفت. They agreed to meet space طبعا midday تقول at midday او at midnight او at night. No ship could travel past يعني تمر بمحاذاة او عبر. عندنا بالنسبة لل clear confusion announce يعلن عن خبر أو خطة أو يبلغ الآخرين لكن advertise يعني يعلن عن سلعة أو خدمة بغرض تجاري. investigate يتحرى و check يعني يتحقق منه. accident يعني حادث غير متوقع يؤدي إلى خسائر. incidents واقع أو حادث عارض طبعا حادث غير متوقع يؤدي إلى خسائر في الممتلكات لكن أرواح وممتلكات ده مين accident. incident أيضا معناها أزمة أو نزاع بين دولتين بنسميه incident. event يعني حدث أو مناسبة هامة. occasion يعني مناسبة اجتماعية. occasion يعني مناسبة اجتماعية. He died in a car accident
accident مات في حادث، طبعا ده مات ده روحه راحت خلاص، لكن incident حادث عارض فقط. The space between the two countries طبعا الصراع ما بين الدولتين بنسميه incident. incident يعني صراع ما بين طرفين أو صراع. and official decisions are based on channel 1 طبعا قرارات هتعلن يبقى announced. our products are based on our طبعا هنا advertised يعني يعلن عنها تجاريا. I think we don't have any apples. I think we don't have any apples left. But I will. طبعا كده هتأكد يعني check. لكن يتحرى عن قريبا investigate. To space something is to look into. Look into يعني إيه؟ يعني investigate يعني يتحرى عن. بتسوى في meaning يعني look into. ومن هنا وصلنا لنهاية جزء الكتاب. وانتظرونا مع جزء الجرامر.